نفس اتقطع. العيال الانجليز دول بيجروا زي الرهوار، ما بياكلوش محشي زينا. والله مع ان نظيم باشا منبه علينا ان احنا قبل المظاهرات ما ناكلش محشي خالص، بس انا بقى ما قدرتش اقاوم. النهارده الصبح خزلته. ده احنا كنا هنتمسك لولاكش نظيم باشا، ربنا جعله سبب واخدنا في الاوتوموبيل بتاعه وقال يا فاكيك. كان سايق بسرعه جنونيه يا جماعه، ولا 40 كيلو في الساعه. لا يا راجل مش للدرجات. اي والله، بس غريبه انا مش شايفه، مش موجود. ما تقلقوش يا فنديه، تلاقوه في المنطقه حوالينا بيأمن او بيتاكد ان كل شيء على ما يرام. اكيد، ما هو حاكم نظيم باشا ده حاجه كده غير كل الحاجات كلها.